السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في هذه الحصة الجديدة التي سأتناول فيها موضوعا خاص بمادة الرياضيات المستوى جذع مشترك علمي والمتعلقة بالدرس الأول من مادة الرياضيات، ألا وهو حسابيات في المجموع N أو الأريثمتيك في N. إذا سبق وأن أطرحت عدة مواضيع أو تمارين فيما يخص هذا التمرين، وما زلت أظن بأنه لا بد من إضافة بعض التمارين، لهذا ارتأيت أن أتقاسم معكم هذه المجموعة من التمارين لعلها تكون مفيدة بالنسبة للجميع. إذا حتى لا أطيل عليكم، الآن أمامكم الموضوع أو التمرين الأول الذي يتعلق بتفكيك أعداد إلى أعداد أو جذاع أعداد أولية، ثم حساب القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر. إذن هذه هي الأسئلة التي هي أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءتها لأنها سنترجمها باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا فيما يخص السؤال الأول، عندنا واحد العددين x و y، إذن بحيث أن x تساوي و y تساوي، يعني سنكتب هذه الأمور أمامنا. إذن 15750، إذن نريد تفكيك هذه الأعداد إلى أعداد أو إلى جذاع أعداد أولية. إذن الطريقة تنظن بأنها سبق وأن رأيتموها في الدرس، لابد من الرجوع إلى الخصائص المتعلقة بقابلية القسمة على 2 و3 و5 و9، لأن الأمور كلها مفيدة. إذا فيما يخص بالنسبة للأعداد الأولية، تنظر بأن هذه رقم الوحدات هو الصفر، فهو قابل للقسمة على 2، إذا نقسمه على 2 ونستعمل بطبيعة الحال الآلة الحاسبة اللي غتوفر لنا الوقت كذلك. ثم هنا عدد المضاعفات، هنا المجموع فهو قابل للقسمة على 3، نقبل القسمة على 3 تعطينا 2625، إذا ما زال يقبل القسمة على 3 كذا. إذا نفس الشيء هنا، يقبل القسمة على 5 ولن يقبل القسمة على 3، إذا غنعطينا الجواب 175 قسمة على 3 35 قسمة على 5 7، دونك 7 1. إذا سنكتب بأن x يساوي ماذا؟ 2 في 3 أس 2 في 5 أس 3 في 7. إذن فيما يخص Y، دونك Y إيكال 3300، نفس الطريقة نقسم على 2 أعطينا 1650، قسم على 2225، قسم على 3 275، قسم على 5 أعطينا 55، قسم على 5 أعطينا 11، عفوا هنا غتعطينا 11 و11 عدد اولي، اذا غتعطينا 1. اذا على كل غنديرو هنا y تساوي 2 اس 2 في 3 في 5 اس 2 وتبقى عندنا 11. اذا نقوم الان بتفكيك الاعداد. اذا فيما يتعلق بالبي جي دي سي والبي بي ام سي، اذا لو بي جي دي سي ديال x و y، نقوم بوضع الأعداد المشتركة طبيعة الحال اللي هي 2 و 3 و 5 و 7، 2 و 3 عفوا 2 و 3 و 5، إذا 2 و 3 و 5 مرفوعة إلى أصغر أس، إذا أصغر أس هنا 1، بالنسبة ل 3 هي 1، بالنسبة ل 5 عندنا هي 2، إذا هذه الأمور تنظر بأنها واضحة في الدرس. بالنسبة ل بي بي إم سي، الموضوع المشتركة وغير المشتركة، يعني 2 3 5 7 11 ولكن مرفوعة إلى أكبر أس، إذا عندنا أكبر أس بالنسبة ل 2 هي 2، بالنسبة ل 3 هي 2، بالنسبة ل 5 أكبر أس عندنا هي 3 7 و11، إذا هذا هو. إذا يمكنك تخرجوا هذا العامل، بغى يخرج يخرج، اللي بغى يخليها غادي يخليها ماشي مشكل. إذا خرجنا غنعطينا هنا 150 وهذا غنعطينا 346500. إذا فوالا. إذا فيما يخص السؤال الثالث والرابع، السؤال الثالث يعتقد منا تحديد عدد أو عدد القواسم ديال X. إذا تنظر بأن هذه الأمور هذه خاص تكون عارفينها، كيفاش غنديروا لها؟ فوالا، أولا غنحاول نوضع X إيكال 2 فوا 3 أس 2 فوا 5 أس 3 فوا 7. إذا لي ديفيزور دو إكس بيا لو نومبغ دو ديفيزور دو إكس سي كوا؟ إذا عندنا أس 1 سنضيف ليه 1،
دونك واحد زائد واحد هي دونك هنا غنعطيك لكم الطريقة بطبيعة الحال. إيش نديرو؟ تنديرو دونك واحد زائد واحد في هنا عندنا جوج دونك غنديرو جوج زائد واحد هذا ثلاثة زائد واحد واحد زائد واحد. إذا نقوم بعملية هذاك تعطينا 48. إذا هذه هي عدد القواسم ديال إكس. فيما يخص السؤال الرابع هو تبسيط طبيعة الحال، عندنا ديال إكس وديال إيكغيك، إكس سور إيكغيك دونك فوالا. إذا بالنسبة لإكس قلنا هي جوج في ثلاثة أس اثنان في خمسة أس ثلاثة في سبعة مقسومة على جوج أس جوج في ثلاثة في خمسة أس اثنان في حداش. إذا يكفي أن نقوم هنا بالاختزال، هنا هنا عندنا جوج دونك هنا بالنسبة لثلاثة نقوم هنا نحيدو وحدة غنحيدو هذه كاملة، هنا خمسة وكاري نحيدوها غتبقى خمسة وهنا غنحيدو هذه كاملة، دونك غتبقى هنا ثلاثة في خمسة في سبعة وهنا جوج في حداش، بمعنى هي مية وخمسة على 22. فيما يخص الجذر ديال إكس فوا إيكغيك فوالا دونك غتعطينا هي جوج ها إكس هي جوج في ثلاثة أس اثنان في خمسة أس ثلاثة في سبعة في جوج أس اثنان في ثلاثة في خمسة أس اثنان في حداش. تعرفوا بأن الجذر ديال إكس أو كاري إتيكالا إكس أو القيمة المطلقة، بما أن أنا إكس موجبة غتبقى هي إكس. إذا غادي نحاولو نحيدو هادو اللي فيهم أوكاري، ثلاثة أوكاري، جوج أوكاري، خمسة أوكاري، يعني غتعطينا هي ثلاثة في خمسة في جوج، وغادي يبقى الجذر اللي غادي يعطينا هو شنا هو؟ هو جوج في خمسة أس ثلاثة في سبعة في ثلاثة في حداش. إذا خمسة أس ثلاثة راه هي خمسة أس اثنان في خمسة. إذا غادي نحاولو ندخلو هاد الأمور هادي تاني كذلك. إذا لأن خمسة أس اثنان هي خمسة ولكن غتبقى لنا خمسة أس ثلاثة، دوك خمسة أس اثنان دوك هي خمسة غتخرج على تساع، دوك غتندير هي ثلاثة، دوك هنا خمسة في جوج، هاد خمسة أس ثلاثة دوك هي خمسة أوكاري دوك هي خمسة، وغتبقى جوج خمسة سبعة ثلاثة حداش، جوج خمسة سبعة ثلاثة حداش. إذا يكفي أن نقوم بالعملية الحسابية، دونك ننظر بأن هذه خمسة في جوج عشرة وهنا خمسطاش، دونك هي 150 إلا ما خطأش بطبيعة الحال. إذا هذا هو الطريقة دونك 2310. أظن أتمنى أن يكون جوابي صحيحا. المهم أن أعطيتكم الطريقة، يكفي أن تستعمل الآلة الحاسبة للوصول إلى النتيجة المتوخاة. الآن غندوزو لتمرين آخر اللي هو كذلك ليكون أن عدد طبيعي. أعطونا أ تساوي 128 في 7 أس أن بلس أ، وأعطونا ناقص 29 في 7 أن أن بلس أ. وعندنا بي 331 فوا 3 ا بويسونس ان بلس ان بلس 27 فوا 3 ا بويسونس ان. قالك اولا بين بان ا تساوي 267 في 7 ا بويسونس ان بلس ان، وكو بي تساوي كذلك. ديكومبوزي يعني فكك الى عوامل او جداء عوامل اوليه، نلاحظ ان 289 هي 17 اس 2، كالكيلو لو بي جي دي سي اي لو بي بي ام سي. اذا نفس الطريقه غادي نقوم بها هنا. اذا بالنسبه سؤال واحد، إذا عندنا أ يتقال 128 7 على بويسونس ان بلس 2 موان 29 7 على بويسونس ان بلس 1. تعرفوا بأن 7 ان بلس 1 بلس 2 راه هي 7 على بويسونس ان بلس 1 بلس 1، دونك هي 7 على بويسونس ان بلس 1 فوا 7. إذا هنا أش نطبقو؟ تطبقو العلاقة أ ان بلس ان على بويسونس هي أ على بويسونس ام فوا أ على بويسونس ان. إذا هاد الأمور هادي خصكم تكونوا على دراية بها. دونك عندنا هي 128 في 7 على بويسونس ان بلس ان فوا 7 موان 29 7 ان بلس ان. إذا غنديرو 7 ان بلس ان اون فاكتور
Donc, on facture de 128 fois 7 moins 29. Donc, soit, donc, on a mis le حساب hier, on a dit, on a fait, donc, on a tapé 167 و تبقى عندنا 7n بلس. اذا بالنسبه للبي 331 3 على بويسونس n بلس 1 بلس 27 فوا 3 على بويسونس n. دونك دو لا ميم مانيير دونك هي 331 فوا 3 على بويسونس n بلس 1 هي 3 على بويسونس n فوا 3 plus 27 fois 3 à la puissance n. Il est rendu que 3 à la puissance n en facteur. Donc, il reste 9 fois 3, plus 27. Donc, ça nous donne 1020 fois 3 à la puissance n. Donc, c'est bien notre résultat voulu. Il est bien sûr que le n est décomposé en facteur en produit de facteurs premier, pardon. Et donc, pour nous, A, on a vu A, il y a 267 fois 7 à la puissance n plus 1, ou 267, il y a 9 qu'on a, il y a 8000, avec la loi, il y a 3 fois 289 في 7 على بويسونس ان بلس 1. بما ان 289 هي 3 هي 17 اس 2 وغتبقى عندنا 7 ان بلس 1. دونك فوالا هذا هو التفكيك بالنسبه لا. بالنسبه للبي هي 3 على بويسونس ان دي 1020. اذا تعرفوا بان 1020 يكفي ان نقوم بتفكيكها على حده. دونك هي جوج. دونك 510 قسم على جوج 255 تتقسم على 3 85 دونك قسم على 5 غعطينا 17 قسم على 17 واحد لأن 17 عدد أولي. إذا غنديرو هنا هي 3 على بويسونس ان فوا 2 على بويسونس 2 فوا 3 فوا 5 فوا 17. دونك فوالا بالنسبة لبي نقدروا كان نديروا ليها 3 فوا 3 على بويسونس ان فوا 3 هي 3 على بويسونس ان بلس 1 فوا 2 او كاري فوا 5 فوا 17. اذا فوالا بالنسبه لهذا السؤال بقى لنا لو بي بي ام سي اي لو بي جي دي سي. دونك فوالا دونك بالنسبه للسؤال 3 بي جي دي سي ديال العددين A و B. دونك تلاحظ العوامل المشتركة هي 3 و 17 فقط مرفوعة إلى أصغر أس دونك تعطينا 51. بينما الـ PPMC ديال A و B هي مشتركة وغير المشتركة المرفوعة إلى أكبر أس بمعنى هي 3 N plus 1 2 على puissance 2 فوا 5 فوا 17 على puissance 2 فوا 7 على بويسونس ان بلس 1. اذا هنا نكون جاوبنا على هاد التمرينين بطبيعه الحال. اذا في الحصه المقبله ان شاء الله ساقدم لكم تمرينا او تمرينين مختارين بطبيعه الحال بطريقه مهمه اللي غتفيدكم في انجاز الفرض المحروس. اذا اودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.